كبير لمهرجان ماطالي الفروسية في دورته الثانية عشرة. شكرا للزملاء الصحفيين، شكرا لأصدقاء المهرجان، ضيوفنا الكرام من داخل ومن خارج أرض الوطن، من إسبانيا، بلجيكا، فرنسا، الصين، وضيوفنا من الأقاليم الصحراوية أيضا، كل ممثلي المعرض الخاص بالمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية أيضا. إذن السيد دنابيل بركة رئيس مهرجان ماطا للفروسية رفقة السيدة الوزيرة والسيد الوالي المحترم سيعطون الانطلاقة الرسمية لفعاليات المهرجان ماطا للفروسية. الهوية الثقافية لحضارات المغرب عبر تراث ماطا اللامادي، كما أدعوكم في انتظار الفائز بلقب أحسن خيال دورة 12 مهرجان ماطا للفروسية. وغادي نعرفوا جميع شكون غادي يفوز بدنيا ماطا. تجمع السيدة الوالي المحترم، السيدة الوزيرة والسيدة نبيلة بركة، رفقة نساء مطشر. أن تحقق دعوة المدرسة المشيشية الشاذلية في نشر ثقافة السلم الروحي والتآخي والتعايش بين أبناء كافة البشر، وفقا للتوجيهات السامية لمولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين. فأهلا وسهلا بكم جميعا، مجددا خالص الشكر والامتنان لجميع الفاعلين المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة الكبرى، كما نتوجه بالشكر لكل من وصل إلينا للاحتفاء معا بخيالة ماطا عرسه. للفروسية في دورته الثانية عشرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. لماذا أيدي الفرسان؟